كم يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت وأقول وأكرر لجماله، جلس مع عائشة رضي الله عنها ذات يوم وفي لحظة أنس وسرور ومحبة ومودة، استثمرت هذه اللحظة عائشة رضي الله عنها لما رأته سعيدا مسرورا، قالت: يا رسول الله أطلبك؟ قال: نعم. قالت: ادعو لي. فرفع يديه وهي تنظر إليه وقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت فرحة بهذه الدعوة، ضحكت ضحكت حتى وضعت وجهها في حجرها من كثرة الضحك والفرح، خالج دمع الفرح دمع السرور دمع لا يستطيع أحد وصفه. الرسول يدعو لها، فكيف لا يحق لها أن تفرح؟ والرسول يبتسم وينظر إليها عليه الصلاة والسلام ويقول: يا عائشة أتضحكي؟ قالت: نعم. قال: والله إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها. فلا تتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزموا سنته وامشوا على هديه، والله لن تضلوا ولن تخيبوا أبداً.